متابعي المواعيد الكبرى في كل مكان، اهلا وسهلا بكم وطابت اوقاتكم. نحن في انتظار بداية المشوار في مباراة من نار. اعزائي المشاهدين، معلقكم رؤوف خليف، وساقوم بالتعليق على مباراة اليوم. وركلة البداية يستعيدها إنيستا. برشلونة حقق العلامة الكاملة أمام المنافس في لقائي الموسم الماضي، ويرغب الفريق بكل تأكيد أن يكرر هذا الإنجاز بتحقيق الانتصار مرة أخرى. أباتي، إنيستا، دانيال ألفيش، توزيع ناحية اليمين، أباتي يتقدم اللاعب نحو اليسار في أجمل مشوار. كرة هدف، جول. يعرفون جيدا كيف يلعبون كرة القدم، بل والتسجيل أيضا، وليس اللعب الجميل فحسب، قدموا أروع ما يكون، ولم يكن لدى الخصوم فكرة عما سيواجهونه. والحديث بالطبع عن لاعبي برشلونة. يا لها من بداية ناجحة للغاية بهذا الهدف المبكر. يحاول أن يلعبها بينية. روني، لويس سواريز، ميسي، لديه فرصة جيدة. كرة على الرواق، وأرسلوا الكرة بعيدا. لعبة جميلة، تمشي الكرة على الأطراف، تغيير اللعب على الرواق، توزيع إلى قلب المنطقة. هذه كرة رأسية في الزمان والمكان المناسبين، لكن النتيجة النهائية لم تكن ناجحة. تعرض للشد وحصل على ركلة حرة. التوزيعة مش معقولة ولا مقبولة. وصلت إليه، ضغط قوي وينجح في استعادتها. روني يلعب كرة طولية. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. برشلونة هز الشباك في غضون أول 10 دقائق. برشلونة يفتتح التسجيل. ميسي ينطلق على اليمين، من يلحق من؟ يا له من تحرك مذهل، نعرف جميعا قدرته على المرور من الخصوم. الهجمة المرتدة بطيئة للغاية. والدفاع يبعد الكرة. أباتي مرر تمريرة حاسمة اليوم بالفعل. كرة طولية إلى الجناح، هل سيمر إلى الداخل؟ قفزة والكرة داخل الشباك.
عند التمرير الخاطئ في وسط الملعب قد تتم معاقبتك هكذا. إنها مجرد ثواني تم فيها اعتراض الكرة حتى وصلت إلى داخل الشباك. هجمة مرتدة سريعة رائعة من نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. نحاول فك دفاعات المنافس. كانت لعبة رائعة إلى داخل المنطقة. كرة على الجانب، عنده مساحة خالية على الطرف. تيراسي، الكرة للأمام. لويس سواريز هو اللاعب الأساسي الذي تدور حوله منظومة المدير الفني. لاعب قادر على إحداث الفارق في أصعب الأوقات، لاعب الإبداع والإمتاع. دانيال ألفيش، وتعود الكرة إلى القلب. تيراسي يوزعها باتجاه منطقة الخطر. إيتوراسبي هو صانع الألعاب الذهبي في المباراة الماضية، بتمريرة حاسمة قلبت الطاولة على المنافس. يقرر التسديد. محاولة ثانية، تصدي ممتاز للكرة، تصرف رائع منه هناك. هذا تصدي مدهش للكرة. لويس سواريز يتحرك بمفرده، يحاول لعب كرة بينية غدارة. والكرة للمنطقة الأمامية، توزيع على الرواق، لا يمكنه إهدارها من هنا. كرة تولية إلى الأمام، إنه يتحرك وحده. فرصة للتسجيل. مونيين، توزيع إلى الأمام. ينجح الفريق في الوصول بسهولة إلى منتصف الميدان، لكنه يفتقر في النهاية لكثير من الحلول والإبداع. مرت الكرة. روني، جميلة، أمامه فرصة التسجيل. يوجه توزيع، ينجح المدافع بتغيير اتجاه الكرة العرضية التي تتحول إلى ركنية. يوجه تسويبة قوية. هذه هي نهاية الشوط الأول. الفريقان في مستوى متقارب كثيرا، والنتيجة هدف لكل فريق. إذن أعزائي المشاهدين، سنستأنف أحداث المنافسة المحتدمة في هذه المباراة. برشلونة كان يلعب وحده، عديد الفرص والتسديدات لكن لم تستثمر بالشكل المطلوب. إذا ما استمر الوضع على ما والمخالفة موجودة. والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. كرة على الأطراف، يسيطر عليها. مونيين أظهر رغبة كبيرة في الحصول على الكرة،
لكنه لم ينجح في الاستفادة منها. أباتي، إنيستا، روني، ديراسي، أباتي. تمريرات متتالية من النوع المحبب للجمهور. دانيال ألفيش، إنيستا، كرة طولية إلى الأمام، كرة ممتازة يستلمها اللاعب. والآن الكرة ملعوبة للأمام. ورمي التماس. يلعبها بينية أرضية. ديراسي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يلعب كرة بينية. لويس سواريز سدد. روني. إمكانية التصوير. تسديدة قوية. كان في أفضل مكان لتسجيل الكرة. يحب حراس المرمى مواجهة الانفرادات. إذا تمركزوا بشكل جيد فغالبا ما ينجحون في التصدي لها. كرة طويلة وعالية على الرواق. ديراسي يلعب كرة إلى اليسار. قد تكون هذه فرصته. أنا أعرف أن هذا اللاعب لا يكل ولا يمل. ستأتي اللحظة التي ينجح فيها في المرور والعبور. ها هو نيمار. روني يلعبها للجانب. يلعبها طولية. دافيد لويس يحصل على الكرة بقدمه الممدودة. ينقل الكرة للجانب الآخر. يلعبها إلى الجانب الآخر. ديراسي. برشلونة لم يجري أي تغييرات. يلعبها للجانب الآخر من الملعب. مونيي حاول أن يلعبها بينية ولكنها لم تصل إلى زميله في الفريق. أباتي. روني. دانيال ألفيش. ميسي يلحق بركب الهدفين. تلعب الكرة ناحية اليمين. يبحث عن زميله. وتخرج الكرة إلى خارج الملعب. إنيستا. أي هدف الآن سيعني بنسبة كبيرة تحديد الفائز ونهاية الحكاية وكل الرواية. لويس سواريز. لويس سواريز.
لويس سواريز يسدد ولم يتمكن من تسجيل الهدف. كنا نتوقع جميعا من لاعب بمهارته ان يسجل، هو كالكابوس لاي دفاع، وتحركاته والمساحات التي يخلقها وتوقعه الجيد للكرة كلها مهارات يتميز فيها كثيرا، ومن الصعب جدا على اي دفاع السيطرة عليه. يلعب كرة الى اليسار، نيمار، يحاول ان يلعبها بينية، هذه فرصته واللعب وجول. سجلوا الهدف في اخر اللحظات الممكنة في المباراة. إنه أحد اللاعبين الذين يجب على المدافعين ألا يتركوه بلا رقابة، كان يجب على أحدهم مراقبته بأحكام. بالنهاية أن هذه اللعبة في رأيي ستصنف تحت بند الرقابة السيئة. سيتم إجراء تبديل الآن حسب ما أرى بجوار خط التماس. يحاولون بناء الهجمة من الخلف، لحظات قليلة وينتهي القلق ويحققون الفوز بعد التعب. فرناندو توريس يلعب كرة إلى الأمام، هل يمكنه تسجيل الهدف؟ يا سلام، مراوغة ممتازة، عدت الكرة وباش يسجلوها. من يقدر على هذه التمريرة؟ كرة طولية إلى الأمام، يلعبها بينية أرضية، إنقاذ رائع من الحارس، تصدي رائع من الحارس، وإيقاف ممتاز للكرة، تطلب القيام بذلك رد فعل مظهر، في رأيي أنه أظهر براعة كبيرة. صدها الدفاع. يستغل الفرصة ويسدد، وتسديدة قريبة للغاية، وها هي صافرة النهاية. يمكنكم معرفة ما يعني الأمر للاعبين، وأقصد بذلك تحقيقهم الفوز في مباراة صعبة وقوية كهذه. أظن أن هذا الأسلوب جعلنا نتذكر أهمية الهجوم من العمق عند وجود اللاعبين القادرين على ذلك. كان لديهم اللاعبون القادرون على الجري من المنتصف، ولم تكن لدى المنافس أي قدرة على إيقاف ذلك.